جمال عبد الناصر، صوت زعيم الأمة ومعشوق الملايين، سلقي شعر قصير جدا للشاعر نزار قباني واختصر في كم بيت حين قال: والدنا جمال عبد الناصر عندما يسألنا أولادنا من أنتم؟ في أي عصر أي ملهم؟ في أي عصر أي ساحر؟ نجيبهم في عصر عبد الناصر. أسعد الله مساءكم مرة أخرى بكل خير في ليلة ناصرية بامتياز، هذا ما أتمنى. اسمحوا لي في هذه الكلمة البسيطة وعلى عجالة أن لا أكرر ما قيل عن الرئيس السابق لجمهورية مصر، نشأته، دخوله الكلية العسكرية، حرب العدوان الثلاثي، تأميم قناة السويس، وفاته، هل هو توفي بسكتة أو اغتيل بالسم؟ لا نتدخل في هذا كله. وبمناسبة مولد الزعيم التاريخي، نستذكر بزوغ فجر يعلن ويروي عودة إشراقة عهد لتاريخ الحرية والكرامة والعدل للشعوب العربية. ولد جمال عبد الناصر ورحل وكان عمره 52 عاما فقط، وبين الميلاد والموت شغل العالم العربي والغربي، وما زال يشغلها خوفا من مولد ناصر آخر. جمال ذلك الصوت الذي جلجل سماء العرب، وبصوته جلجل مصر والعرب حين خرجت تبكي أباها الذي راع الحفاة والبؤساء، الفلاح والقمح، الرجال البواسل، بإقامة جيش وطني قوي. جمال عبد الناصر ذلك الزعيم الملفت للانتباه في قيادته، عمله وأفكاره، تجربته وشخصه، حبيب الملايين في حياته ومماته. ألا يحق لنا أن نحكم عليه أنه رجل التاريخ؟ للحاضر والمستقبل، حين قال إن الجماهير هي القوة الحقيقية والسلطة بغير الجماهير هي مجرد تسلط معاد لجوهر الحقيقة. هذا مقولة إلى الزعيم جمال عبد الناصر. فلعبد الناصر تجربة قيل عنها عظيمة بإنجازاتها لمحبيه، وجسيمة في أخطائها من قبل الطرفين، في أخطائها لمعارضيه، وتم تحرير ذلك من قبل الطرفين. والذي يهمنا في هذه المناسبة أن نؤكد على أن هذا الزعيم دخل التاريخ من أوسع أبوابه رغم كل ما يؤخذ عليه. سأتطرق هنا ما يحول بخاطري من أسئلة وحقائق أراها أنا، وقد يتفق معي البعض وقد يختلف الآخر. لا بأس، نحن نتفق. وأصدق جملة هنا التي أؤمن بها: الاختلاف لا يفسد في الود قضية. لقد ترك عبد الناصر مبادئ ومناهج عمل وطنية وقومية وعالمية في قطاعات السياسة، الاقتصاد، المناهج، الثقافة
كافية. إذا ما اتبعت على الدوام لن نجاح في تحقيق كل أهدافنا. في بين القضايا العربية، الاستعمار، الصهيونية، لا صلح، لا مفاوضات، لا اعتراف. وأذكر هنا مقولته المأثورة: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وقال مقولة أخرى: اللهم أعطنا القوة لندرك أن الخائفين لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء. طبعاً مقولة لو إحنا نرى مدى أبعادها في هذا المجتمع وفي كل المجتمعات العربية لكنا في أحسن حال. والقضية التي سأركز عليها هنا هي قضية أمة، قضية تاريخ، تاريخ لم يتكرر لحد يومنا هذا، والواقع يؤكد لم يتكرر لمنهم في أعمارنا، قد يتكرر لأجيالنا وأحفادنا. ليس تشاؤما، ولكن القراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها في زمن الذل والهوان هي التي تجعلنا نتلمس هذا الواقع المتشائم. قضية أمة، القدس، فلسطين، وعلاقة جمال أفعال وأقوال نحو فلسطين. وأشوف أنا طبعاً صورة فلسطين موجودة هنا في التجمع الوطني، وأتمنى أن نكون دائماً فلسطين في قلوبنا. الواقع نربط الواقع السياسي الحاضر. حين قبل فترة أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، صفق البعض الرؤساء، ووضحت بعض مواقف الدول العربية من ذلك. لو عاد جمال، نسأل، لو عاد جمال ألا يكون الرد المناسب منه حين قال مقولته: سوف نعود إلى القدس، وسوف تعود القدس إلينا، ولسوف نحارب من أجل ذلك، ولن نلقي السلاح حتى ينصر الله حتى ينصر الله ويعلي حقه ويعز بيته ويعود السلام الحقيقي إلى مدينة السلام. اعتبر جمال أهم ثوابته، ولم يتخلى عنها: الانحياز للقضية الفلسطينية ورفض الصلح مع إسرائيل. أسس الصراع التناقضي والتناحري مع إسرائيل، وصولاً إلى استعادة فلسطين كلها وكاملة من البحر إلى النهر. وقال مقولته بأن النصر حركة، والحركة عمل، والعمل فكر، والفكر فهم وإيمان، وهكذا كل شيء يبدأ بالإنسان. أتمنى أن ما كنا أطول عليكم يعني. ومن الثوابت الأخرى التي لم يتخلى عنها جمال عبد الناصر: الاستقلال الوطني. وهنا راح أذكر بعض النقاط بشكل سريع: الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، مقاومة الاستعمار والانحياز لحركات التحرر في العالم، الاعتزاز بعروبة مصر ورفع اللواء القومية. قال فيها: الوحدة موجودة فعلا بين أبناء الشعب العربي، وأن الخلافات قائمة بين النظم والحكومات. العدل الاجتماعي والتنمية الشاملة في الداخل. اسمحوا لي التوقف هنا
عن هذه التجربة التي تمس معظم الدول العربية حاليا. هنا كانت لجمال رؤية في بناء نهضة اقتصادية في مصر. طبعا احنا المسألة الاقتصادية تهم كل الدول العربية في وضعنا الحالي، عشان كذا انا ركزت على فلسطين وعلى الاقتصاد. حين كانت لجمال رؤية في بناء نهضة اقتصادية في مصر، وعندما نشأت في عهده آلاف المصانع وبناء اقتصادي منتج يقوم على الصناعات الثقيلة والمتوسطة، فقال ناصر في الفقير: لا يمكن للجائع الجاهل أن يكون حراً ومسؤولاً عن اختياراته. فجمع هذه الإنجازات من وجهة نظري التي مست الماضي وتمس الحاضر في معظم الدول، في معظم الدول العربية. والسؤال: هل هناك من الرؤساء العرب استطاع القيام بمثل هذا العمل والتوسع وبناء اقتصاد بلده إنتاجيا واقتصاديا؟ أترك الإجابة إليك. في الختام، أرى أن جميع ما ذكرت من بعض إنجازات الزعيم عبد الناصر ركائز جرى تفكيكها واحدة تلو الأخرى بمضي الوقت، ونحن على قناعة في هذا القرن على الدول أن لا تستنسخ تجارب السابقين، ولكن عليهم أن يطوروا الثوابت التي سار عليها جمال، والأهم الالتزام بتنفيذ تلك الثوابت. مش موجودين على ورق خطط وأمور كثيرة جدا وأرقام وسنوات حطونها لنا، في الأخير ما في تنفيذ، إنما يجب أن يكون العمل وتنفيذ العمل هو الأهم. وأيضا رغم عمل وخوف القوى الخارجية من عودة شخص عبد الناصر في رئيس آخر ونموذج والحالة الناصرية إلى الساحة العربية، وبعيد عن المتآمرين على جمال في حياته ومماته. وسؤال أترك الإجابة إليكم أيضا: هل بعض الدول أو كل الدول تخشى من عودة ناصر آخر إلى الساحة العربية؟ وشاعر مجهول قال: هل ينحني الخالدون؟ هل ينحني الخالدون في أرض مصر وفي أرض العرب؟ في قلب كل الشرفاء أحلام وسلام، وقلوب الفقراء خبز وأمان. إنها المعطر في أرضه، في تاريخه، أيها المعطر في أرضه وفي تاريخه، حتى في موته معطر. أيها السماء، ضللت السحاب بشجرة عصافير الحرية. حلق في عنان السماء، فأنت السماء، فأنت سماء البيت وسماء الرؤية وفلك البروج، سماء الأرض وعشبها. فيا خصال الكواكب، أمطرت من تحت العروش إلى سماء الخصال، فسماواتك ارتفعت في الأفق، الفقير واليتيم أرزاق وعافية. وختام الختام، هل نرثي ناصرنا أم نرثي أنفسنا؟ لضعفنا وهزائم وخنوع العرب، هل نرثي ناصر أم نرثي من أهان كرامة الأمة في غيابه وحضوره؟ ليت الرجال تعود يوما، رحم الله بطلا
وزعيما للأمة، للأمة العربية، وفخرا للإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.